جاوبنا جاوبنا احنا لا 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 هذا خطاينا خطاينا ايش باقي لا ما يحسب خويكم تقلبون علي اي صح 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 لا لا اي طيب طيب يا شباب السؤال يقول انتم برضو انتم تقريبا حول الاحياء وباقي الامور هذه من اول من استخدم الكحول في التطهير من اول من استخدم الكحول في التطهير طيب عندنا ابن الهيثم ابن الهيثم ابن العطار او ابو بكر الرازي ابو بكر الرازي لا 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 ابو بكر الرازي ابو بكر الرازي كان دكتور الرازي لا ابو بكر ولا ابو هيثم ابن الهيثم ابن العطار ابن العطار الرازي 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 ما كان فيه الرازي الرازي من اول من استخدم الكحول في التطهير اطهر اطهر الرازي لا لا ما أطهر عشرة أطهر الرازي اسمع إجابة يا شباب أطهر الرازي ثاني أبو بكر أخلص الرازي أبو بكر الرازي أبو بكر الرازي سؤالهم صعب ولا سهل يا شباب وش الإجابة طيب لا 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 إجابتكم صحيحة يا شباب يس قال لكم قال لك ما اذكرها يا دكتور طيب مجموعه هدوم قبل العاصفه اجيكم انا مجموعه سطام يا شباب الصوت يا شباب من هو الاديب الملقب